نتكلم فيها. خلينا نبتدي بالكرة المصرية وأحوال الكرة المصرية وما سوف يحدث خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق باتحاد الكرة وملف المدير الفني للمنتخب الأول، كل هذه الأمور، وأنا عارف إن أنت على دراية كاملة بكل ما يتعلق باتحاد الكرة بالتحديد. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن أنت عارف بعد نكسة المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية كانت صدمة كبيرة جدا للجماهير المصرية إن يخرج المنتخب من دور ال 16، وخاصة إن أنت كنت يعني صعد أول مجموعتك وبتقابل ثالث مع جنوب أفريقيا، كانت صدمة كبيرة جدا. أكيد الحوالي اتغيرت في داخل اتحاد الكره في الشارع المصري بشكل كبير جدا، يمكن كانت صدمه كبيره جدا زي ما بقول لك. فطبيعي ان يكون بعد الصدمه الكبيره دي ان يكون في يعني توابع للزلزال لخروج المنتخب المصري من البطوله. يمكن الفتره اللي فاتت دي طبعا وفقا للائحه اللي موجوده داخل اتحاد الكره اللي هو ثروت سويلم ان هو اقاله مجلس او استقاله مجلس اداره، فبالطبيعي ان المفروض ان المدير التنفيذي بيقود الاتحاد الكوره خلال 3 شهور ويتم فيها اجراء انتخابات خلال 3 شهور. ولكن يمكن الفتره اللي فاتت ديت يمكن لحد الان الوقت اللي احنا بكلمك فيه يا استاذ امير لم يصدر قرار من وزاره الشباب والرياضه او من اللجنه الاولمبيه ان هي ترسل بتعيين لجنه مؤقته من داخل اتحاد الكوره، مش بتكلم على لجنه فنيه. من داخل اتحاد الكوره بتضم المفروض المدير التنفيذي مع المدير المالي ومع مثلا حد من اللجان اللي موجود، وده واللجنه القانونيه بتدير الاتحاد لمده 3 شهور. لحد الان لم يصدر اي قرار من اللجنه الاولمبيه ان هم ارسلوا لاتحاد الكوره ان اللواء ثروت ان هو يقود الفتره اللي جايه، وبالتالي اللواء ثروت لحد الان مش مفوض له انه يمضي على اي شيكات او يسير العمليه الماليه خلال الفتره لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه. وبالتالي الجمعيه العموميه لما لقت في ازمه داخل اتحاد الكوره دعت في جلسه وديه يوم الاثنين القادم هيحضرها لا يقل عن 80 نادي من اعضاء الجمعيه العموميه. يمكن الجمعيه العموميه وصلت لحد الان 210 نادي في 80 نادي هيتكلموا في حته في امرين مهمين. الامر الاول كان لسه ما فيش حد يعرف بيه، الامر الاول هم يتكلموا ان المدير التنفيذي يستمر في منصبه كرئيس للاتحاد الكوره او مفوض رئيس اتحاد كوره مؤقت لحين اجراء الانتخابات. يمكن كل اعضاء الجمعيه العموميه او معظم الانديه اللي موجوده في الجمعيه العموميه وخاصه الانديه الدرجه الثانيه والثالثه رافضين ان هو يجيب لجنه مفوضه، مش عشان في مشكله ما بينهم وما بين الوزير، عشان عاوزين يمشوا اللائحه. اللائحه بتقول ان ما في اقاله المجلس او استقاله المجلس بيدير الاتحاد الكوره المدير التنفيذي، فهم يمشوا باللائحه، فخايفين ان يكون في مشاكل مع الاتحاد الدولي. كان في كلام الفتره اللي فاتت دي ان في مخاطبه من اللجنه الاولمبيه والدكتور حسن مصطفى ومن الاتحاد الكوره او من وزاره الشباب والرياضه للفيفا ان هم الفتره دي ان هم يجيبوا لجنه مؤقته لحين اجراء انتخابات او يكملوا بلجنه مؤقته او مجلس مؤقت لحين اجراء الانتخابات في السنه الجايه، وده طبعا مخالف للائحه. فلسه هو جه رد رسمي من الفيفا ولا لا؟ لحد الان لسه، واعتقد ان هو حتى لو جه رد انا من وجهه نظري انا وفقا للائحه ان هم يرفضوا. وبالتالي الجمعيه العموميه هتعمل جلسه مع اللي هو ثروت سويلم وهيعملوا محضر بعد الجلسه، جلسه وديه وهيبقى في تفاوضات من الانديه، تفاوضات رسميه من الانديه لاتحاد الكوره اللي احنا جايين مفوضين بشكل رسمي من النادي نفسه على اساس ان يبقى برضو جلسه وديه يعني شبه رسميه. ويبعتوا هيجتمعوا في هذا الاجتماع وهياكدوا فيه خلاله ان هو لابد ان ثروت سويلم او اللي هو ثروت سويلم ان هو يستمر كمدير تنفيذي ويتم اجراء الانتخابات بعد 3 شهور. هي المشكله طبقا للائحه طبقا للائحه، بس هي المشكله في ايه؟ المشكله ان المجلس اللي هيجي جديد ده يعني مش هيكمل حوالي 11 شهر. دي مشكله كبيره جدا للاعضاء، للناس اللي عاوزه تترشح. في كلام كتير جدا اتردد في الفتره الاخيره عن 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 جمال الاستاذ جمال علام طبعا رئيس اتحاد الكره السابق هيترشح، في كابتن طارق تردد اسمه برضه الفتره اللي فاتت انه ممكن يترشح. دي كلها اسماء، وفي طبعا بدات الجبهات دلوقتي او القوائم بدا الناس اللي هم عاوزين يترشحوا ان هم يعدوا قوائم معينه محدده، وان كان النظام اللي موجود في الانتخابات نظام فردي وليس بالقائمه، يعني اللي هيختار يختار فرد واحد مش قائمه. كان في كلام من الفتره في الجمعيه العموميه الاخيره لاتحاد الكوره ان هم عاوزين يعملوا نظام قوائم بس الجمعيه العموميه رفضت، بس ولكن هم وافقوا على بند ال8 سنوات، الغاء بند ال8 سنوات. وبالتالي في اجتماع يوم الاثنين القادم هيناقشوا فيه الموضوع ده، وربما يتطرقوا بس لموضوع الصعود والهبوط في الدرجه الثانيه. ده اهم الموضوعات اللي ممكن يناقشوها. هو يعني وفقا لسه يمكن كنت عامل مكالمه قبل على الهواء على طول، حد من الجمعيه العموميه رئيس نادي بلغني ان هو اهم حاجه بالنسبه لهم ان هم يطبقوا اللائحه عشان ما يتعرضش مشاكل للكره المصريه خلال الفتره اللي جايه، ان هم يطبقوا اللائحه ان اللي هو ثروت سويلم يستمر في منصبه عادي 3 شهور اللي جايين دولت، ويتم عقد جمعيه عموميه عاديه ويتم فيها اجراءات الانتخابات خلال الفتره اللي جايه. في برضو كلام ان ممكن يلغوا البند ال8 سنوات، عشان تلغوا البند ال8 سنوات او تعدل حاجه في اللائحه لابد ان انت تدعي الجمعيه عموميه غير عاديه. طبعا دي ممكن تتعمل خلال شهر ونص حسب
وفي كلام ان ممكن يعملوها في شهر 3 اللي جاي، ان هي تتعمل بعد الانتخابات، ما تتعمل الاساسيه اللي هي لمده بالزبط. سنه وتتعملها. فدي ده اللي داير دلوقتي. يمكن الفتره اللي فاتت ده رد بالنسبه للمدير الفني المدير الفني، وده ملف مهم جدا في الحقيقه، لان ناس كتير بتتكلم وده اللي شغل الوزير وشغل انت عندك بقى تصفيات كاس عالم، عندك تصفيات افريقيا 2021، فانت اكيد لابد ان تساعده. عندك تجمع في شهر سبتمبر اللي جاي، فبالتالي انت محتاج المدير الفني يكون موجود دلوقتي يشوف الناس اللي موجوده. فترددت اسماء كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت دي. كابتن حسن شحاته كان هو من المرشحين الاقوياء اللي موجودين من ضمن المرشحين، ولكن يمكن اللي انا وفقا اللي انا عرفته ده كانت بالونه كده يعني طلعت من الوزاره، عاوزين يشوفوا راي الجماهير ايه. هل هيبقى في تقبل للكابتن حسن شحاته؟ كابتن حسن شحاته ما فيش حد يختلف عليه كمدرب، نجح مع المنتخب وحقق انجازات 2006 2008 2010 وما فيش حد قدر يحققها، واعتقد انا من الصعب ان حد يحققها كمدير فني وطني او اجنبي يحققها مع المنتخب. شايف ان ده ممكن يكون اختيار انسب يعني كابتن حسن شحاته يجي؟ يعني أنا هي المشكله في اللعيبه دلوقتي، يعني المشكله يعني انا يعني اللعيبه كانت عندهم مشكله كبيره جدا يا استاذ امير. انا يعني اللي اتحققت 2006 و2008 و2010 مش مهاره لعيبه، ده ناس كانت بتاكل النجيله بلغه الكوره، يعني زائد مهاره طبعا، المهاره طبعا طبعًا. بس يا استاذ امير يعني انت لو بصيت على المهارات اللي موجوده في منتخب مصر، لا لعيبه كويسه، مش محمد صلاح عندك تريزيجيه، عندك لعيبه تقدر تصنع الفارق، وعندك بره منتخب مصر لعيبه افضل كمان صحيح. ما راحوش انما يعني. انما هي المشكله، مشكله منتخب مصر ان اللعيبه دي مش عاوزه تعمل حاجه. يعني انا ما اعتقد في ناس هتزعل مني كتير، بس اللعيبه دي شبعت فلوس، يعني اللعيبه دي مش عاوزه تعمل حاجه لمصر، مش عاوزه تعمل حاجه لنفسها. هو يعني بص في 2006 كان عندنا محمد زيدان محترف ولا عمرو زكي، يعني كتير قوي الاحترافيه كانت قليله بس ولكن كنت بتنزل الملعب تشوف اللعيبه كان بيبقى عندها روح ازاي لحد اخر لحظه، وده اللي ظاهر جدا في منتخب الجزائر. يعني انا منتخب الجزائر في البطوله دي، في النسخه دي بطوله الامم، بيفكرني بمنتخب كابتن حسن شحاته. لا فاللعيبه كانت عندها روح، وشوف عملنا ايه مع البرازيل، وشوف احرجنا ازاي في بطوله العالم. احنا احنا مشكلتنا كانت مشكله لعيبه، كانت محتاجه مدرب، عشان ناخد محتاجه مدرب عنده شخصيه قويه زي كابتن محمود الجهر رحمه الله. هو ده يعني ده كان في فرق معانا. هنتكلم بتفاصيل كتيره جدا في بعض الملفات، بس عشان اقفل ملف المدرب كابتن حسن شحاته، خلاص هو فعلا الاقرب ولا لسه في اسماء ثانيه؟ لسه في كلام، هو مرشح بقوه ولكن لحد الان هو مرشح من ضمن المرشحين، ولكن لحد الان لم يتم حسم الامر بشكل رسمي. حتى كان في تصريح للوزير دكتور اشرف صبحي، قال لك انا يعني كان في الكلام انه خلاص قعد معاه وخلص معاه، لا طلع الكلام قال لك انا ما قعدتش مع كابتن حسن شحاته. هو اعتقد ان هو مرشح من ضمن المرشحين، وفي كلام من داخل اتحاد الكوره ان هو في الكلام تردد من الوزاره ان هو ممكن يتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكوره وليس المدير الفني لمنتخب مصر. ده الكلام الاخير ان هو يستعين بخبرته كمدير فني كويس. فكره كويسه طبعا، ودي وده مطروح من ضمن بس هل الكابتن حسن شحاته يوافق على كده؟ يعني انا ما اعتقد بحكم اللي انا عارف الكابتن حسن شحاته، اعتقد ان هو لو مدير فني اكيد هيوافق. مدير فني الاتحاد اعتقد ان ممكن تبقى صعبه شويه، دي احسن حلول. طبعا موجود الكابتن حسام، موجود الكابتن حسام البدري، موجود عدد من الاسماء، وطبيعي ان خلي بالك هم لحد الان ما فكروش في مدرب اجنبي بعد الاخفاق بتاع اجيري. هو خلي بالك هو ده ماشي معانا يا استاذ امير، ان انت يبقى مدرب اجنبي عندك، يبقى عنده اخفاق في مشواره، يستعين بمدير فني وطني، الوطني يخفق نستعين بمدير فني اجنبي. فلسه الامور مش واضحه بشكل كبير جدا، انت عارف مفيش مجلس دلوقتي، فالدنيا لسه مش واضحه، هتبان بعد الفتره اللي جايه، بس الوقت قصير جدا. اعتقد ان هو خلال الاسبوعين الجايين دول سيتم حسم الامر، سواء بتشكيل لجنه زي ما الوزير عاوز، واعتقد ان ده يعني من وجهه نظري ممكن تبقى لجنه فنيه بس ما تبقاش بشكل رسمي، عشان ما يبقاش مدير الاتحاد او النواحي الفنيه، واللي هو ثروه مستمر في منصبه الحين اجراء الانتخابات اللي جايه. طيب ده فيما يتعلق بالمدير الفني المنتخب مصر. لكن امبارح سمعنا تصريحات او شفنا تصريحات وقرينا تصريحات الكابتن هاني رمزي، طبعا المدرب العام السابق في الجهاز الفني المنتخب مصر. شايف التصريحات دي ازاي، ومدى صحه التوقيت بالتحديد؟ هل ده وقت صحيح ان هو يتكلم فيه؟ وبعدين رد كمان المحمدي، وبعدين عمل ازمه كان امبارح بالليل كده كلام كتير قوي، رايك ايه؟ يعني بص، هو الكابتن هاني رمزي دايما يعني انا لاحظته في كذا حاجه كده، هو مندفع بشكل كبير جدا في التصريحات. يمكن مشكله كانت عنده مشكله جدا ان يبدا البدايه، اللي كان عنده مشكله مع المنتخب المحليين، كان ماسك كان يقود كان مسؤول مدير فني للمنتخب المحليين، وحصلت مشكله ما بينه وبين اعضاء مجلس الاداره، وخاصه احمد مجاهد عضو مجلس الاداره، وبالتالي ساب المنتخب
المنتخب المحليين قبل مباراه المغرب المهمه اللي كانت هتصعدك. المشكله كانت مع احمد مجاهد، كانت الاساس كانت مع احمد، كان عدد من الاعضاء هو اطلب تصريحات قال لك انا فعلا المشكله كانت مع بسبب احمد مجاهد، كان بيقف ضدي ما كانش بيعمل لي الحاجه اللي عاوزها وكان واقف ضدي، وهو على اساس ان المهندس احمد مجاهد قريب من المهندس هاني ابو ريده شويه. المهندس هاني ابو ريده كان يعني بيترك حاجات كتير جدا المهندس احمد مجاهد ان هو كان يدرب في اتحاد الكوره، ودي كانت حصلت مشكله في اعضاء المجلس، عدد من اعضاء المجلس كان عندهم غيره من المهندس احمد مجاهد ان هو بيدير كل حاجه في اتحاد الكوره، وبالتالي حصل مشكله. كان دايما الازمات مع هذا الشخص يعني، ما هو عشان هو اللي دايما هو اللي موجود في الصوره، هو اللي دايما بيتحكم، هو موجود، هو اصلا كان يعني هو يعني المهندس احمد مجاهد من زمان ان هو موجود من تلاقي من الساعه 10 الصبح لحد الساعه مثلا لحد 7 اخر النهار لحد 8 يوميا موجود، يمكن قبل الموظفين بيبقى موجود ويمشي اخر واحد، فده موجود، وبالتالي المهندس هاني ابو ريده كان بيثق فيه ثقه عمياء ان هو يدير شؤون الاتحاد بشكل كبير جدا. وبالتالي بعد ما هاني رمزي ساب المنتخب المحليين هاجم الاتحاد بشكل كبير جدا وهاجم المجلس الاداره وتحديدا المهندس احمد مجاهد، وبالتالي الكابتن حماده صدقي تولى المهمه، لعبنا ماتش المغرب خرجنا اتغلبنا خرجنا ما صعدناش المنتخب المحلي. برضه هي نفس السيناريو بيتكرر تاني مع منتخب الاول، اعتقد الوقت مش مناسب خالص كابتن هاني، اعتقد ان انت يمكن هو بيدافع عن نفسه بيقول انا قلت وعملت طب اوكي ما انا عارف، بس هو يتحمل المسؤوليه برضه، هو يتحمل المسؤوليه بس هي اجري على فكره بعد ما طلع في المؤتمر الصحفي قال انا اتحمل مسؤوليه من الالف ليا، وقال انا المسؤول حتى قبل بطوله افريقيا، قال انا اختلفت كتير مع اعضاء الجهاز الفني، الراجل قالها، قال لك انا اختلفت كتير مع اعضاء الجهاز الفني في اختيارات عدد من اللاعبين، ولكن انا المسؤول الاول والاخير، والراجل بعد المؤتمر بقى في المؤتمر الصحفي وفي غرفه الملابس قال يا جماعه انتوا عملتوا اللي عليكم وانا المسؤول الوحيد. فبالتالي هاني رمزي الراجل ما ادانش هاني رمزي في حاجه، انت بتتكلم بس هو الراجل صاحب القرار، فبالتالي هو صاحب القرار في الاول وفي الاخر. فالوقت ما كانش مناسب، خاصه دلوقتي احنا لسه يعني لسه الامور، الناس لسه متضايقه، ناس لسه يعني الغضب لسه موجود في الشارع المصري، كل الناس بتتفرج، اعتقد انت يا استاذ امير منتخب مصر لما كان موجود احنا كنا بنتفرج واحنا بنستمتع طبعًا حتى طبعًا لو مش ماتش منتخب مصر طبعًا كان عندك روح ان انت تتفرج على الماتشات. بعد خروج المنتخب المصري الناس بقى عندها يعني بقت زعلانه مش عاوزه تتفرج حتى على الماتشات، ملهاش نفس من الاخر يعني متضايقه فعلا. انت البطوله كانت موجوده على ارضك، نجاح البطوله دي قلناها قبل كده وبنقولها تاني، نجاح البطوله نجاح من ناحيتين، نجاح تنظيمي الحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني فعلا طبعًا القياده المصريه عامله انجاز غير مسبوق ان انت في خلال 3 4 شهور ان انت تعمل انجاز وتعمل مجهز الملعب ده، والمنتخب اتوفر له بلغه الشارع لبن العصفور، فكل حاجه كانت مجهزه لهذا المنتخب ان هو يوصل لمراحل متقدمه. انا يعني انا بالنسبه كناقد رياضي انا كنت عارف ان ممكن المنتخب يطلع من قبل النهائي يمكن، انما يطلع من دور ال 16 بهذا الشكل، كان ربنا كرمنا في 3 مباريات الاولين وما قدرناش للاسف ان احنا نتعلم من اخطائنا، نفس الاداء نفس السيناريو نفس الحاجه كل حاجه. فطبعا يعني انا غير موفق كابتن هاني رمزي، كان المفروض ما يتكلمش في حاجه زي دي دلوقتي، والامور مش مستحمله حاجه، بدا دلوقتي علي غزال بيهاجمه احمد المحمدي، واعتقد ان الفتره اللي جايه دي كمان هو علي غزال كمان كتب حاجه يعني برضه انتقد هاني رمزي على يعني بيقول ازاي ان انت كمدرب للمنتخب وبعدين لو في حاجه مشكله حتى في اللعيبه قالك المفروض تبقى في الغرف المغلقه، وعنده حق يعني المسؤوليه هتقع على الكل بدايه من الجهاز الفني الجهاز الاداري الجهاز الطبي. طب رد المحمدي كان مناسب من وجهه نظرك؟ هو قال انا مش هرد عليه بحكم تاريخي يعني، برضه هو الراجل يعني هو هاجمه بشكل شيك يعني يعني انا راجل دولي وانا عملت انجازات كتيره او راجل يعني رمزي عنده تاريخ برضه يعني هو هاجمه بشكل يعني هو عاوز يعني احمد محمد بيقلل من الكابتن هاني رمزي بشكل غير مباشر يعني هو بيقول لك انا مش هرد عليك عشان انا تاريخي كبير اللي انا ما اردش عليه، ده معناه ايه؟ معناه ان انا تاريخي كاحمد محمد افضل منك. هاني رمزي طبعا يعني كلاعب ما فيش حد يختلف عليه ان كان من افضل اللعيبه، كلاعب اساسي في منتخب مصر لا ولاعيب وعمل انجازات ويمكن من اول المحترفين اللي احترفوا في مصر طبعًا. هنا في اوروبا وعمل انجازات كبيره جدا مش حد يختلف عليه، ولكن هي المشكله في ايه؟ انت بدات فكان طبيعي ان انت تدلب تصريح مهم او تدلب تصريح بانتقاد، فطبيعي ان يبقى في رد فعل، وده يبقى في رد فعل من اثنين لعيبه، اعتقد ان الفتره الجايه برضو ممكن تشهد ردود فعل عليه بشكل كبير جدا، خاصه لو قال لك انا ما عنديش الا 4 لعيبه اللي كانوا رجاله في الملعب والباقي كله يعني اولا يعني هو قال على محمد شناوي، طبعا محمد شناوي ما فيش حد يختلف عليه، اتكلم على محمود علي، اتكلم على احمد حجازي، اتكلم على طارق حامد، باقي اللعيبه سواء تريزيجيه او محمد صلاح او ما اتكلمش على اي لاعب اخر. كان في خلل كبير جدا واضاف بعد كده في تصريحاته
حطوا تريزيجيه ومحمد صلاح يعني بعد الرباعي دول. التصريحات اللي اتقالت اتقالت على اربع لعيبه، وده التصريحات اللي اتقالت منه والتصريحات على اربع لعيبه، ربما يكون خان التوفيق فحب يصلح تاني، قال لك محمد صلاح وتريزيجيه، فهم كانوا من العناصر مهمه جدا، واعتقد ان هو خان التوفيق، واعتقد ان هو غلط بشكل كبير جدا ان هو يتكلم في الوقت الحالي، وخاصه كمان زي ما قلت لك يا استاذ امير ان اجيري قال لك انا اتحمل المسؤوليه وانا المسؤول عن احتياطي. الراجل ما اتهموش وما قالش انت ما قالش هاني رمز السبب، الراجل ما اتكلمش في حاجه زي كده، الراجل طلع في المؤتمر الصحفي اتكلم زي ما قلت لك كده، وبعد كده شويه قعد شويه في مصر، وبعد كده سافر على 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 اسبانيا وما اتكلمش مع اي وسيله. الواضح ان كان في خطا من البدايه في التعاقد مع مستر اجيري. صحيح. هو مين كان صاحب فكره التعاقد مع مستر اجيري؟ وانا عارف انك عارف كل الكواليس، قول لنا كده مين. لا هو ترشح من عدد من اعضاء المجلس، انا مش يعني مش هقدر اقول الاسماء اللي موجوده، ترشح من اعضاء من المجلس، وفي الكابتن حازم امام على فكره يمكن كان رافض بشكل كبير جدا، كان رافض طبعا دي معروفه، واعلن وهدد بالاستقاله واتكلم مع المهندس هاني ابو ريده وخلاص، وكان يقدم استقالته اعتراضا على مستر اجيري، بيقولوا في مدربين افضل منه كتير جدا، وكان يعني هنري كان مرشح اللي هو كان موجود، وكان في المدربين كويسين، ولكن هو المشكله اختاروا اجيري ليه؟ لسببين، كان في اعضاء المجلس كان في مرشحينه، ثانيا ان الراتب اللي هو بيتقاضاه اجيري كان مناسب الى السقف اللي كان حاطه اتحاد الكوره، كان في مدربين اترشحوا يعني في مدربين على مستوى عالي جدا، ولكن كانوا طالبين 200 مليون 200,000 يورو في الشهر وبتاع، فده كان صعب جدا ان اتحاد الكوره يقدر يوفر المبلغ ده. فبالتالي الراجل لما جه قعد، كانت في اسماء افضل من اجيري وهتاخد مرتب اقل من كده كمان، اجيري كان بياخد 108,000 يورو. لا المرتبات ما فيش حد اقل عن 150، يعني كل المرتبات رينج كده من 150 وانت طالع لحد. طب ما هو اجيري دلوقتي مثلا في بطوله الامم الافريقيه هو اعلى مرتب من المدربين، هم من المدربين بس هم بس كانوا لما فتحوا السي في لعدد المدربين كانوا عاوزين مدرب كبير باسم، فالاسم محتاج اللي انت عشان تجيب اسم محتاج اللي انت تدفع فلوس. يعني فاهمني، عشان تجيب هي معادله صعبه. انا محتاج مدرب كويس بس محتاج اسم، فهي المشكله ان اجيري تنازل شويه او خلى مرتبه الى حد ما متناسب، وطلع راجل ذكي يعني رغم ان هو يعني هو تاريخه على فكره في التدريب تاريخ كويس، يعني درب منتخب المكسيك اتلتيكو مدريد والوحده الاماراتي كان له تاريخ وباع كبير، ولكن الراجل ده ما قدرش يتعامل مع اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه اللي كانت موجوده دي زي ما قلت لك كده كانوا محتاجين. بس هو الموضوع مش متعلق بتعامل بس، ده هو الراجل نفسه واضح انه فنيا عينه وحشه على اللعيبه بدليل القايمه اللي هو اختارها يعني. ما انت حتى لو نعتبر القايمه دي اللي مختارها يا استاذ امين، هل انت كنت تتوقع المستوى اللي ظهر بيه المنتخب ده؟ يعني خلينا نتكلم كده، اللعيبه اللي موجوده دي في اسماء هو سابها وكانت تستحق الانضمام لمنتخب مصر، هل الاسماء دي قدمت نص مستوى في البطوله؟ لا طبعا، بس في نفس دي الوقت دي كانت عاوزه مدرب جاي، مدرب حازم، مدرب ما كانش بشدي. عندك دكه برضه يعني هو دي مشكلة. عشان الاداء يبقى كويس مثلا حتى في الشوط الثاني تقدر تغير الماتش، تغير نتيجه ماتش كلام من ده يعني. حتى ده بناء على اختيارات حتى اللعيبه نفسها يا استاذ امير كانت مطمنه ان هي تلعب اساسي حتى لو وحشه، ما عملتش منافسه حتى ما فيش يعني. انت بص انت هتلاقي المنافسه الوحيده كانت في مركز حراسه المرمى. صحيح، هتلاقي جمال بن ماضي عشان كده محمد الشناوي جمال بن ماضي جه في المباراه الثالثه مع تنزانيا ومنتخب الجزائر عمل ايه؟ ريح 9 لعيبه. رايح تسعى ليه؟ هو هدف عشان يعمل دخل الناس المنافسه ويبقى في منافسه ويعمل في منافسه. انت لو انت ما لعبتش بمستواك في الماتشات اللي جايه في البديل بتاعه، وده طبيعي. انا لا كلاعب كره قدم، كابتن حسن شحاته كان بيعمل كده، انا لو لعيب كره قدم وعارف ان في منافس ورايا او بديل مكاني هيقدر يسد وهيركني، لا انا هموت نفسي في الملعب. وبالتالي عشان كده ما كانش عندنا دكه بيوتا، احنا مين الدكه اللي كانت موجوده في المنتخب؟ انت كنت بتدور كده، هل حد كان موجود في منتخب مصر؟ رجعت ورده عشان ما عندكش دكه. مفيش يعني. انا هو حد ناس كتير قالوا اتكلموا عنه عشان انت ما عندكش اصلا، انت عندك مين يعني؟ حتى يعني كنت بقول عبد الله السعيد ممكن يظهر بشكل كويس بسبب خبراته، وليد سليمان لسه راجع من اصابه وكان مضغوط وضغوط جماهيريه فما قدرش يظهر، وعبد الله السعيد ما ظهرش، ما فيش حد من منتخب مصر. هي احنا طول البطوله يا استاذ امير ما عملناش جمله، ما فيش جمله اتعملت خالص، ما فيش جمله اللي هي جمله بس الجون اللي جبته وده لمحمد صلاح، هي دي الكره اللي اتعملت. لا دي كمان ما تعتبرش جمله، في جمله الجون اللي هو بتاع المحمدي لما ايمن اشرف من ناحيه الشمال اللي اتلعب الكره في الصاله راحت له، راح عامل كروس جت يعني، بس ما كانتش الهجمه حتى منظمه بشكل كبير جدا. ولكن انت ما تلعبش باسمك وحجمك وتاريخك في افريقيا وعلى ارضك وجمهور، ما هو احنا ما هو خلي بالك يا استاذ امير، ما هو الجمهور ده لا اما يمثل ضغط على اللعيبه، لا اما يمثل دافع معنوي. مع اللعيبه اللي عندها خبرات بيمثل دافع معنوي بيخليهم يموتوا في الملعب، مع لعيبه ثانيه بيبقوا خايفين، الضغط الجماهيري ده كبير جدا، واستاد القاهره واول مره اللعيبه دي 90% منها اول مره يلعبوا في استاد القاهره. صح. يعني اول مره، فكان في ضغط جماهيري كبير جدا عليهم وما قدرش يتعاملوا، وكانت النتيجه اللي انت خرجت من الدور 16 يعني بشكل غريب. حتى انت
في ماتش جنوب افريقيا يا سمير لو الماتش اتطول لحتى شوط ثالث انت ما عندكش احساس اصلا المنتخب هيقدر يعمل حاجه المستويات ضعيفه بشكل كبير جدا. واعتقد ان الفتره اللي جايه دي بسبب البطوله ديت في ناس كتير مش هتيجي مش هتضم المنتخب طبعا. بعدين تضم كوكا ليه؟ يعني انا بستغرب جدا احمد حسن كوكا ده عمل اصلا يعني دايما بيتضم في المنتخب ده كوبر ضمه في كل المعسكر في التصفيات بتاع كاس العالم استبعده زهق منه هو فعلا لعيب على قده لعيب اصلا لو جون فاضي احترمنا طبعا الكامل لكوكا يعني ممكن هو على فكره بيلعب في اوروبا مستويات يعني بيجي مع نوعا ما بيبقى كويس مش وحش بس بيجي مع المنتخب ما بيأديش هات لي مباراه لعبها كده نقدر نقول عليه يمكن في ناس بتقابل انتقادات لمروان عنده ميزه حلوه قوي ولو مش هتتعمل مع المنتخب مش هيظبط مروان بيحتاج كور عرضيات كتير طبعا يعني خطوره مروان محسن في عرضيات الكتير هل فين الكرة عرضيات اتعملت من المنتخب ولا حتى من العمق ولا تلعب كوره وكنت تحس ان في فارق ما بين وسط الملعب والهجوم ومحمد صلاح اصلا كان بيسيب مركزه ويرجع ورا عشان يعني الدنيا اتلخبطت احنا الاهداف اللي جبناها مهارات فرديه تريزيجيه ياخد الكوره يجري بيها يلعبها لصلاح يجيب جون صلاح من فاول يجيب جون تريزيجيه مهاره فرديه كلها محمدي باي لك كده مفيش جمله تكتيكيه اللي انت عملتها تظهر تقول الراجل ده اجيري ده كان له بصمه مع المنتخب وسبحان الله هو ربنا عمل كده عشان خاطر الراجل ده ما يكملش عشان خاطر طريقته ما تناسبش مع منتخب مصر طريقته ما تناسبش مع اللعيبه دي زي ما بقول لك كده يا استاذ امير محتاجه لعيب محتاجه مدرب عنده شخصيه قويه زي الجوهري كان بيعمل ايه شوف كان بيعمل معسكرات ازاي مع اللعيب وكان بيعلمهم ازاي كان بيبعدهم ازاي لا الراجل ده يعني كان في تساهل ما بينه وما بين اللعيبه بشكل كبير جدا ما كانش في حتى في التدريبات وفقا لمعلومات ان كانت الدنيا بتبقى فيه هزار وضحك مش هزار وضحك اضحك ما فيش مشكله خرج اللعيبه من الاجواء ولكن في فتره معينه خلاص احنا في فتره الفتره دي مهمه الفتره دي خلاص احنا الوقت الهزار ده خلاص وعندنا فتره مهمه وبالتالي كانت النتيجه سلبيه بالنسبه لنا. طيب بخلاف مصر والمنتخب واتحاد كوره وكلام من ده عندنا طبعا في مباريات في بطولة الأمم الأفريقية آخر مباراتين النهارده مباراة تونس ونيجيريا على المركز الثالث ومباراة الجزائر والسنغال يوم الجمعة على الفائز باللقب إن شاء الله يكون المنتخبات العربية موفقة شايف المباراتين دول إزاي نبتدي مباراة النهارده؟ يعني أن تعرف المنتخب التونسي يمكن رغم أن هو صعد للدور قبل النهائي وهيلعب على الثالث والرابع يعني بس ولكن ما قدمش المستويات اللي احنا كنا منتظرين يعني حتى أما صعد بثلاث نقاط تعادل ثلاث مباريات وصعد مع مالي وبالتالي هو ما قدمش المستويات الرائعة ولكن في المباراة الماضية يمكن خسر يمكن أضاع ضربة جزاء وضاع أكتر من فرصة في الماتش قبل النهائي وده كان الكفيلة إن هو يصعد قبل النهائي المنتخب التونسي أو المنتخبات اللي ما تقدرش تستغل الفرص في الماتشات الصعبة دي صعبة إن أنت تتعود يعني طول ما أنت هتضيع تأكد إن أنت هتيجي في كرة في المباراة هتخسر بيها وده اللي حصل فعلا مع المنتخب التونسي أعتقد إن هي كانت مباراة بالنسبة للمنتخب التونسي مباراة صعبة لكن يمكن المدير الفني التونسي يمكن عمل مؤتمر صحفي امبارح وقال كان طبعا اللعيبة كانت بتمر بأزمة نفسية كبيرة جدا بعد الخسارة كان نفسهم ان هم يوصلوا للنهائي ويحققوا انجاز كبير جدا للكره التونسيه وبالتالي اكيد المباراه هتبقى صعبه اعتقد ان هو المنتخبين هيحاولوا ان هم يحسنوا صورتهم امام قدام المدير الفني هنا والمدير الفني هنا فهتبقى مباراه صعبه طبعا ما بين المنتخبين الاقرب مين؟ يعني اللي انا شايف تونس لو عندها حافز قوي اعتقد ان هي مع دعم الجماهير واقامه المباراه في مصر هنا مع الدعم الجماهيري اللي موجوده ربنا ان شاء الله المنتخب التونسي طبعا الشقيق ان هو يفوز بهذه المباراه طبعا المباراه الثانيه المباراه هتبقى صعبه جدا 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 هتبقى مباراه خاصه كمان ما بين ساديو ماني وما بين رياض محرز يمكن انت عارف بقى في الهداف يمكن هما الاثنين متعادلين في الاهداف ثلاث اهداف لكل لاعب الفوز اي منتخب لو منتخب السنغالي فاز بالبطوله دي بتقرب ساديو ماني ان هو يفوز بافضل لاعب في افريقيا الموسم الحالي وبالتالي برضو رياض محرز نفس الحكايه يمكن حصل على ثلاث بطولات مع مانشستر سيتي في النسخه الماضيه فبالتالي عنده حوافز كبيره جدا ان هم يحققوا انجاز كبير سواء لمنتخب البلاد يمكن انت عارف الجزائر حصلت على البطوله مره واحده سنه 90 كانت البطوله على ارضها السنغال لم يحالفها التوفيق ان هي تحصل على هذه البطوله وبالتالي المعنويات كبيره جدا اعتقد ان هنا في لعيبه مهمه جدا اعتقد المنتخب الجزائري عنده روح كبيره جدا واعتقد ان هو المنتخب الوحيد اللي قدم كوره من اول مباراه لحد اخر مباراه بمستوى عالي جدا ما تراجعش دايما حتى في مباراه قبل النهائي كره رياض محرز عندك احساس ان هو يجيب جون يعني ليه منتخب عنده الحافز القوي وعنده لعيبه وعنده روح وعنده دكه بطولات قويه. طيب بمناسبه المنتخب الجزائري والروح اللي عنده عايز اعرض لك بعض اللقطات ومحدش ممكن يكون خد باله منها قوي في مباراه الجزائر ونيجيريا مع هدف بص اللقطات دي مع هدف رياض محرز بعد ما الهدف جه ده دلوقتي اللعيبه كلهم ايه بيحتفلوا انا بوريك بس مدى التركيز بص هنا اهو مدى التركيز في الشاشه هنا بص معايا هنا يا استاذ رامي
مدى التركيز اللي واضح عند لاعبه المنتخب الجزائري والجهاز الفني. نكمل الصوره اللي بعديها عمر، شايف اللي عليه السيركل الدوريه الحمراء ده مساعد في الجهاز الفني المدرب. بعد اللعيبه كلهم رايحين خلاص هنا ورايحين على الجهاز الفني وكده، هو وقف اثنين لعيبه قال لهم انزلوا في نص الملعب عشان ممكن منتخب النيجيري ياخد الكوره ويروح يجيب جون. صحيح، فاهم؟ دي تفرق يعني، دي لوحدها تفرق، لان صحيح. ممكن لو اللعيبه كلها بره الملعب منتخب نيجيري عادي يلعب ما فيش مشكله، لو كلهم في نص ملعب المنتخب الجزائري صحيح. حتى لو بره الخط تمام ممكن منتخب النيجيري يلعب ويجيب جون، ودي حصلت على فكره قبل كده. صعوبه ممكن تحصل. بص بقى هم فين دلوقتي واللعيبه باقيين بيحتفلوا، بص مدى التركيز اللي الطبيعي جدا اللي يخليهم يوصلوا للدور النهائي، تركيزهم صحيح. روحهم صحيح. القتاليه صحيح. هدفهم الواحد، الروح الحلوه اللي ما بينهم صحيح. الجهاز الفني كله مركز مش اللعيبه بس، فدي حاجه بتدل على احقيه المنتخب الجزائري للوصول للمباراه النهائيه، وكمان ان شاء الله باذن الله يتوج بهذا اللقب. صحيح، يعني ما فيش منتخب يوصل للمباراه النهائيه او فريق يوصل للمباراه النهائيه اللي فعلا كان يستحق. المنتخب الجزائري زي ما اقول لك المنتخب الوحيد اللي قدر يحافظ على مستواه من اول مباراه لحد اخر مباراه، كان الوحيد المنتخب الوحيد اللي لم يخسر اي مباراه، هو تم هز شباكه بهدفين، يعني ده دليل على قوه الدفاع ولا قوه الفريق الجزائري. وبالتالي طبعا احنا امنيات كبيره جدا، عندهم لعيبه على مستوى عالي جدا، رياض محرز، بغداد بنجاح، في لعيبه على مستوى عالي جدا، احنا املنا فيهم كبير جدا، واتمنى طبعا المنتخب الجزائري الشقيق انه يحصل على هذه البطوله وتبقى النسخه الثانيه له، وسط فرحه كبيره اكيد من المصريين، احنا منتخب شقيق، ونتمنى طبعا المنتخب التونسي يبقى المركز الاول عربي والمركز الثالث يكون عربي ان شاء الله. التنظيم رايك في ايه؟ لا طبعا التنظيم، مش هنتكلم عن التنظيم، التنظيم رائع رائع رائع، وده بشهاده نفسي. لازم اختم بالتنظيم في الحقيقه، لان احنا زعلانين على الكوره، زعلانين على المنتخب انه ما فازش بالبطوله طبعا عشان هي على ارضنا وسط جمهورنا، لكن في نفس الوقت في شيء جيد هو التنظيم والملاعب والبنيه التحتيه في مصر من خلال الملاعب اللي بنشوفها في الحقيقه. بص هو يمكن بعد ما اعلن المنتخب او الكره المغربيه، النادي المغربي اعلن ان هو مش هيسعى للحصول على بطوله افريقيا، وبدا المسؤولين في مصر، يمكن من اللحظه دي المسؤولين في مصر سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي اعلن ان هو خلاص ان مصر تتقدم، وبلغ المهندس هاني بوريدا ان مصر تتقدم، وانا عارف ان احنا نقدر نعمل اي حاجه في فتره وجيزه، الدوله وقفت بشكل كبير جدا، اعتقد التنظيم رائع، واحنا شهاداتنا مجروحه طبعا، ولكن بشهاده كل الناس الزوار اللي جوه مصر، سواء المنتخبات، سواء الجماهير اللي كانت موجوده، سواء البعثات، سواء الحكام اللي كانوا موجودين، سواء الاتحاد الافريقي كله اشاد بالتنظيم الرائع، وكنت اتمنى طبعا ان كمصري ان الفرحه تبقى فرحتين، والمنتخب المصري يصل للمباراه النهائيه زي 2006، فرحتنا فعلا كان 2006 مش نجاح تنظيمي بس، ولكن نجاح بالمنتخب، ولكن امنيات المنتخب خلال الفتره الجايه هي كبوه وتعدي، وان شاء الله يبقى للكره المصريه في احسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. خليني سريعا اخد توقعات الجماهير على صفحه قناه الاهلي على السوشيال ميديا بشان مباراه اليوم ما بين نيجيريا وتونس، توقعاتهم لهذه المباراه. خلينا نبتدي بانستغرام، ناخد ندى صابر قالت فوز نيجيريا، يوسف زيكا قال كمان فوز نيجيريا 1-0، نروح لفيسبوك، سما محمد قالت فوز نيجيريا، مروان قال فوز تونس ان شاء الله، نتمنى باذن الله تونس تكون موفقه، حسن شوقي قال فوز نيجيريا بسبب عدم استقرار الاداء التونسي، وليد خالد شلبي قال فوز المنتخب التونسي، سمير الماجيكو بيقول فوز المنتخب التونسي، ومعوض الاهلاوي بيقول يا رب بغداد بنجاح يبقى في الاهلي، صعب شويه معوض يعني، تمنيات اكيد من الناس. اخر توقع معانا ناخده، وليد خالد قال فوز المنتخب التونسي، ورمضان قال فوز المنتخب النيجيري، محمد محمود قال فوز المنتخب التونسي، نختم بفوز المنتخب التونسي عشان ان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه اليوم. يا استاذ رامي نورتنا وشرفتنا، كنت سعيد جدا حضرتك معانا. انا سعيد يا استاذ، بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا استاذ. دي كانت فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، كان معانا الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير بجريده الدستور، واتكلمنا في ملفات عديده جدا بخصوص الكره المصريه وبخصوص كمان بطوله الامم الافريقيه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده بكره في نفس الميعاد ان شاء الله، الى اللقاء.